صباح واهلا وسهلا على القناة. اليوم بدنا نتحدث عن التليفونات والتليفون الخصوصي من شركة هواوي للفوتوغرافي البي 50 برو. البي معمول خصوصيا للفوتوغرافي. من لما بلشت استعمل التليفونات من البي 20 برو انا معجب كتير بتليفوناتهم لهواوي، خاصة لما بتيجي على الامكانيات تاعتهم بالكاميرات الموجودة ورا. عشان هيك اليوم بدنا نركز على البي 50 برو. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك، خلينا نتحدث على البي 50 برو. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. هدول كل الاغراض اللي بنشوفهم بقلب العلبة. عندنا الشارجر بيجي بقلب العلبة 66 واط، هون بنقدر نشارج التليفون. البطارية الموجودة عندنا هون 4360 ملي امبير، فينا نشارجها بال 66 واط مع الشريط تبعها هون اليو اس بي اي لليو اس بي سي، يا اما فينا نعمل وايرلس اذا عندنا الشارجر المضبوط تبعهم اللي بيمشي معه كمان بيعطينا 50 واط. بيعطونا غطاء هون ترانسبرنت نقدر نستعمله حتى نقدر نستمتع ونشوف اللون اللي عليه موجود على هالتليفون. في نوعين موجودين بالسوق هلا، الكوكو جولد وعندنا الجولدن بلاك. اللي عندي هون انا الجولدن بلاك لانه عندنا الاسود كله وعندنا مثل الذهبي حول الكاميرا والكلمات المكتوبه الواوي وكلمه لايكا موجوده لورا. وهذا هي حلاوتها انه على القليل بيجينا الشارجر بقلب العلبه. قبل ما اغير الموضوع بدي افرجيكم انه في على القليل على العلبه هون المعلومه اللي موجوده هون اكسبلور اب جاليري او اكسبلور اون اب جاليري. هذا لانه التليفون هذا ما عنده الجوجل بلاي سيرفيسز، ومعناته لما بنستعمل ننزل التطبيقات ونجدد التطبيقات لازم نستعمل الاب جاليري والبيدل سيرش الموجود بقلبه للتليفون. هذول الشغلتين موجودين بقلبه للسيستم رغم انه نحن عم نستعمل اندرويد على هالموديل اللي موجود برات الصين، رغم موجود هون عليه الاي ام يو اي 12.0.1 لازم نستعمل الاب جاليري والبيدل سيرش لننزل التطبيقات اللي ما موجوده عليها من اللي عاده بنجيبها من الجوجل بلاي ستور. هلا مثل ما خبرتكم اول شيء البطاريه موجوده هون 4360 ملي امبير، نقدر نشارجها بال 66 واط الشارجر اللي بيجي بقلب العلبه، يا اما الوايرلس نقدر نستعملها اذا عندنا الشارجر تبع الواوي ليمشي مزبوط. الكاميرات الموجوده ورا هون عندنا اربع كاميرات مش ثلاثه واربعه، واربعتهم حيكونوا منيحه. 50 ميجا بكسل حتكون اول الكاميرا الاساسيه المين بسميها ترو كروما كلر، عندها عليها الابتشر الاف 1.8 عليها الايمج ستابلايزيشن. الثاني 40 ميجا بكسل وحتكون مونوكروم سنسر، هذه معناته للصور الاسود والابيض على الاف 1.6 احسن شوي كمان. الثالثه حتكون الالترا وايد حتكون 13 ميجا بكسل بتعطينا الاف 2.2، واخر وحده حتكون ال 64 التليفوتو حتعطينا الاف 3.5. عندنا او اي اس او ايمج ستابلايزيشن وعندنا الاوتو فوكسنج كمان لما نكون عم نعمل صور للكاميرات اللي تكون قريبه كثير. الكاميرا موجوده قدام 13 ميجا بكسل حتكون الوايد انجل تعطينا كمان واسعه الاف عليها الابتشر 2.4 واوتو فوكسنج. الشاشه الموجوده هون 6.6 120 هرتز 2K منا 4K كيو اتش دي مثلا. الاولد بانل موجوده هون وعندنا هون مثل الفيس انلوك، عندنا الفينجر برنت هون بتعمل عليها الفيس انلوك عليها، وعندنا كمان الفينجر برنت سنسور تحت الشاشه. ما عندنا البلاك تاعت السماعه بس عندنا اثنين ستيريو سبيكرز موجوده هون، واحدة فوق واحد لتحت وصوتهم كتير منيح، اعطيكم مسطره بعد شوي. غير هيك كمان عندنا الاي ار بلاستر الميكروفونات، على اليمين عندنا هون كمان الفوليوم روكر والباور باتن. الشغله الوحيده ما بعرف اذا الناس بتعرفها كثير على التليفونات واوي انه نقدر نستعمل الميموري عليها، هيدي شغله ما عم نقدر نشوفها بالتليفونات الجديده هلا غير تليفونات تاعت سوني. هون بنقدر نحط يا اما اثنين سيم كارد يا اما سيم كارد وميموري كارد، مخصوصيا من الميموري كارد تاعتهم لشركه واوي، هيدي مسميها النانو ميموري. لما نحطهم اثنيناتهم هون ساعتها بنغرم انه عندي 8 جيجا بايت للرام و256 للذاكره، فيني زيد عليها كمان دوبل 256 زياده وبوفر مصاري. كتليفون ما في الا موديل واحد 8256، نقدر نزيد عليها كمان اذا بدنا نزيد معلوماتنا، او اذا عم نجي من تليفون قديم من واوي لنا هلا فينا ننقلها معنا. اللونين مثل ما قلت لكم الكوكو جولد والجولد الجولدن بلاك. الحاسوب 888 من شركه كوالكوم بس هذا بال 4G مش بال 5G. عندنا كمان الاي بي 68 للمي والغبره، نقدر نحطها تقريبا ب شو اسمه بسموه شبر مي ولك 1 متر اوف واتر ل 30 دقيقه بتضايق من غير عنا اشكال. الشاشه حلوه كتير وعندنا كتير شغلات مظبوطه. انا مزبط السيستم تبعي على يكون انه على باريس لانه هالتليفون ما بيمشي بامريكا، بس مثل ما عم تشوفوا هون عندنا بامريكا موجود عند التي موبل. اذا سحبت لهون وقمت الواي فاي بنشوف انه عندي انا هون الفور جي ال تي اي بتمشي وبتمشي مظبوط عندي هون بامريكا. استعملت انا السبيد تيست هون، نزلت التطبيق مثل ما بنشوف هون عند الريزلتس انه قدرت اجيب 50 ميجا بكسل تنزيل 8.3 اب 21 تحت و 0.5 ميجا بت. هذا بسبب انه انا موجود هون بامريكا، بتكون الخبره تاعتنا بتتغير لما بكون محل والارسال بيكون احسن شيء.
هلا عشان التطبيقات اللي انا فرجيتكم اياها باول الفيديو انه نحن بنستعمل الاب جاليري، الاب جاليري بتمشي مزبوط. هون في عندنا هالدعايه حتمشي، وفي كمان عندنا البيدل سيرش. البيدل سيرش هذا اللي بيستعمل خبره الاي بي كي بيور لتنزيل اي تطبيق بدنا اياه من الاونلاين. مثل ما عم تشوفوا هون فينا ننزل واتساب، فيسبوك، انستغرام، نتفليكس، الامازون او شوبينج ستور، ويز، ياهو، باي بال، تيك توك، كل هالشغلات فينا ننزلهم ونجمعهم مزبوط، وبيجيبون دغري من السيستم تاعهم تبع الاي بي كي بيور. تقدروا تنزلوا التطبيقات اللي بدكم اياها. انا نزلت انستغرام، نتفليكس، تيك توك، تويتر، البوكينج كانت موجوده من قبل، والسناب شات كمان هي موجوده قبل. نزلت ببجي موبايل، مترو لاند، شادو جان، نزلت كمان هذا اليوتيوب بلاير من الامازون اب ستور، نقدر ندورها نطلع الفيديوهات من اليوتيوب من غير ما نستعمل التطبيق تبع اليوتيوب. بتاخذ ثانيه لتبلش. خلينا ندور الواي فاي مره ثانيه، بعتقد بالمكتب عندي انا بحتاج شوي واحسن. نزلت كمان الامازون ميوزك، نقدر نسمع الموسيقى تاعتنا بالستيريو سبيكرز الموجودين، حنعمل الفحص بعد شوي. غير هيك كمان الببجي موبايل، الاسفلت 9، الامازون اب ستور بتمشي مزبوط مثل ما مستنظرينا. عندنا عده طرق لنزل تطبيقات على هالتليفون. لان عم نستعمل اي ام يو اي على اندرويد مش مثل الموجود بالصين الهارموني او اس، معناته كل التطبيقات تاعت الاندرويد بتمشي مزبوط لعنا هون وبتمشي من غير اشكال. تحت السيستم هون كتير بسيط، لما نسحب من عم فوق ليمين عندنا الكنترول بانل نقدر نسيطر عليها. اذا نسحبها هون مفتاح بنشوف عده طريقه تطبيقات تانية. عندنا الوايرلس بروجكشن حاحكيهم عندنا بعد شوي، سكرين شير، سكرين شوت، كل الشغلات اللي متعودين منهم. اذا نسحبها على الشمال بيكون عندنا النوتيفيكيشن بانل، هدول بيكونوا الشغلات الموجوده عليها. مثل ما عم تشوفوا النوتيفيكيشن منه لانستغرام ماشي مزبوط. إذا سحبت من هون بالنص بيجيني اليونيفرسال سيرش تبعهم، سجستد اب، الأخبار، كل الشغلات الموجودة هون على اليمين. يا إما بسحبها من هون على الشمال بتعطيني نفس الاختيار من هون على الشمال. كتير حلوة ومزبوط. عندنا التليفون، التطبيق تبع المسجين، كل هالشغلات. تحت السيتنجز فينا نفوت على الحساب تبعنا على الواوي اي دي، فينا نفوت نعمل الواي فاي، البلوتوث، الموبايل نتورك مثل ما خبرتكم، الديفايس بلس، عندنا المور كونكشن، هذول فينا ندور الان اف سي، الواوي شير، ايزي بروجكشن مثل ما خبرتكم، البرنتنج، الفي بي ان، والبرايفت دي ان اس. تحت الهوم سكرين الوال بيبر فينا نعمل كاستمايزيشن للالويز اون ديسبلاي، البلو مون، هذول عده شغلات الوال بيبرز وكل هالشغلات المضبوطه اللي بدنا اياها بنقدر نظبطها من هنيك. الديسبلاي ان برايتنس فينا نظبط على الشاشه، كل الشغلات الحلوه. الشغله الوحيده اللي بدي اخبركم انه هالشاشه رغم انه عليها الهاي كواليتي فيكم تخليها على الاوتوماتيك. لما بتدوروا بتظبطوا التليفون اول مره حتعطيكم الاختيار تقول لكم سمارت ريزولوشن، معناته بتتغير بين ال 2K والعادي السيستم لوحدها. هيدي شغله بدكم تستعملوها لتوفروا بطاريه. رغم انه البطاريه منها كتير كبير والشاشه كبيره وعليها هاي ريزولوشن، بدنا نعرف نعمل نحط الشغلات بالنص عليه نشوف كيف بتمشي مزبوط. رغم انه فينا نعملها 120 طول الوقت بنقدر نستعملها هيك لنعمل كنترول ونوفر شوي بطاريه لما بنكون محتاجينها. الساوند فايبريشن نفس الشيء، فينا نظبط كل الاصوات، المور سيتنجز، الساوند بوستر على البلوتوث كمان بلاقي اول صوت على البلوتوث هيدسيت، النوتيفيكيشن كل شيء بتمشي مزبوط. اوف كورس وي هاف بايومتريك اند باسورد وي ايبل تو سوري. تحت البيومتريك والباسورد نقدر نستعمل البسمة تاعتنا على الفينجر برنت سكانر تحت الديسبلاي، فينا نستعمل الكاميرا الموجودة لنعمل فيس انلوك، وغير كمان في نستعمل البن وكل الشغلات العادية. البطارية ستورج مثل ما خبرتكم أول شيء إنه التليفون بيجي في قلبه 256 جيجا بايت للذاكرة، فينا نزيد عليها كمان بالنانو ميموري الموجودة جوا. سكيورتي، برايفسي، لوكيشن، ديجيتال بالانس، عندكم الواي واي اسيستنت هون بتقدروا تستعملوه وتدوروه، بس مجرد ما تقولوا كلمة الهي سيليا مثل ما بتشوف بتدور وفيكم تستعملوها، إذا ما بدكم إياها ما تدوروا تدوروها. بس ما عندنا استعمال لطريقة الجوجل اسيستنت ولا حتى السيستم الثاني تبع أمازون ولا أي منهم، بس السيستم تبعهم الموجود بقلب التليفون. تحت الاكسسبيلتي ويندو فينا نشوف المالتي ويندو وعدة شغلات، الحسابات تاعتنا، الـ HMS كور اللي تعمل الأبديت، سيستم أبديت، وعلى الأباوت تليفون مثل ما شفنا الواوي بي 50 برو، الموديل اسمه JADLX9. السيستم تبعه هون 12.0.1 ومعمول على الاي ام يو اي فوق اندرويد، مش معمول مثل ما شفنا التليفونات الثانيه على الهارموني او اس ببلاد الصين. عندنا 8 جيجا بايت للرام، 888 للحاسوب، ال 4G بس ما في 5G، 8 جيجا بايت رام والكيو اتش دي ريزولوشن، ومثل ما خبرتكم السكيورتي باتش ابديت تاعت جانوري 2022. سو كل هذا اللي فرجيتكم عليه حلو كثير، وبس احسن شيء بدي افرجيكم من الشغلات اللي عجبتني فيها كثير موجوده هون اسمها الوايرلس بروجكشن. هلا الوايرلس بروجكشن سيستم موجود كان بقلب التليفونات الواوي لمده طويله، اللي بتقدر تساعدنا نستعمل الديسكتوب مود تاعت واوي اللي مسميينها اي ام يو اي ديسكتوب على تليفوناتهم، ومش بس هيك عبر التليفون يا اما وايرلس يا اما
شريط. هلا الوايرلس بروجكشن تقدر تستعملوها مع تليفون تلفزيونات مثل التلفزيون تبع سامسونج، مجرد ما تكون على نفس الواي فاي بتعملوا البروجكشن مثل ما فرجيكم وتوصلوا التليفون والشاشه تاعيتكم بتضلها ماشيه. بتقدر تستعملوها مثل الماوس حتى تقدروا تسيطروا عليه للتلفزيون، كتير حلوه لتتفرجوا على الاغراض تاعيتكم، تحطوا صور تفرجون للعائله، يا اما اذا بدكم تتفرجوا على فيديوهات دغري من نتفليكس ولا تدوروا موسيقى دغري عنا، كل شيء بيمشي وايرلس. هلا الطريقه الثانيه اللي انا معجب فيها كتير كتير منيح، اذا بنستعمل شغله مثل النكست توك اللي انا كنت مفرجيكم عليها من قبل، لما بنوصل التليفون عليها للنكست توك مثل ما عم بتشوفوه بالفيديو بيساعدنا نقدر نستعمل الديسكتوب على كانه بيصير النكست توك اللي هي شيل، منها هي كمبيوتر بس بتستعمل السيستم، بتقدر تمشي الاي ام يو اي ديسكتوب مثل كمبيوتر كامل مع التاتش، وبنقدر نزيد عليها ميموري كارد، عندنا سبيكرز، بتقدر كمان تشارج التليفون. كتير كتير منيحة وكتير هينة نستعملها. الشغلة التانية اللي كمان بدنا نتحدث فيها انه هالتليفون معمول للكاميرايات، سو خلينا نتحدث هلا عن الكاميرا الموجودات. مثل ما قلت لكم الكاميرات الموجودة ورا وقدام، عندنا بورتريت، عندنا نايت مود، عندنا الابتشر اللي نقدر نعمل الغبشة ورانا، هيدا نقدر نظبطها. عندنا كمان الفوتوغرافي، نقدر نستعمل الاي اي ولا حتى كمان نستعمل السوبر السيستم الكامير. السوبر ماكرو هون بتستعمل الكاميرا الالترا وايد تاعتنا بدل ما يكون عندنا ماكرو سنسور. تحت الفيديو 4K 60 على الكاميرات الموجودة ورا والكاميرات الموجودة الموجودة قدام. عنا البرو مود فينا نستعملها، فينا نسجل على الرا جي بيج لوج مع كمان الجي بيج موجوده هونيك. اخر شيء تحت المور فينا نشوف سلو موشن بانوراما مونوكروم لنستعمل السنسور لوحده، اي ار لينز، تايم لابس، ستيكرز، هاي ريزولوشن، دول فيديو، دوكيمنت، معنا هون كمان ستوري كرييتر وسناب شوت. الهاي ريز بتقدر تخلينا نستعمل الكاميرا الاساسيه اللي موجوده ورا على الفول ريزولوشن، ال 50 ميجا بكسل اللي بنيها من قبل بنقدر نستعملها ورا، سو اذا كنت تستعملوها بس نطوا هون على المور بتقدروا تجيبوهن وتظبطوها مزبوط. خليني افرجيكم هلا مصر عن الكاميرا الموجوده قدام والكاميرا الموجوده ورا على البي 50 برو. بنبلش اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام على البي 50 برو. هلا هون بنقدر نسجل 4K 60 فريمز بير سكند على الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام والكاميرا الموجوده ورا، رغم انه نحن ما عم نستعمل البروسيسور الكيرن، عم نستعمل السناب دراجون 888. الكاميرات حيكونوا احسن كاميرات نقدر نشوفهم، خاصه انه شركه هواوي بتحط احسن كاميرات على التليفونات بتعملهم بالبي سيريز للفوتوغرافي، بدل الميت بيكون هدول بيكون الاول راوندرز، هيدا بتكون معمول خصوصيا للكاميرات. ان شاء الله يكون عجبكم. هلا خلينا نقلبهم على الكاميرا الموجوده ورا. هلا قلبنا على الكاميرا الموجوده ورا، مثل ما قلت لكم 4K 60 حيكون احسن شيء بنقدر نعمله. ما بنقدر نوصل لل 8K رغم انه عندنا الحاسوب 888، بس على القليل بنعرف انه الكاميرات بيمشوا منيح من قدام ومن ورا على 4K 60 على البي 50 برو. مثل ما شفتوا هنيك الصوت والصوره كثير منيح، اخذتهم لما كنت على جنينه الديسكانزو جاردن هون بكاليفورنيا. خليني هلا اعطيكم مصدر عن الصوت عن الصوت موجود دغري من السماعات السبيكر الموجودين على التليفون. هلا شغله بدكم تعرفوها انه هيدي كمان بتمشي مع اليو اس بي سي داكس مثل هيدا تاعيت الريزر، يا اما اللي استعملتها انا من عند الهيلم بولت، هيدي معموله خصوصيا ومشيت كتير كتير منيح وبتمشي من اي اشكال مع اليوتيوب مع اي تطبيق بيستعمل صوت. الغنية اللي عم نستعملها اسمها أليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس، هنعمل فوليوم 100%. خلينا نبلش. صوت كتير كتير منيح، وحلاوة فيها هيدي انه لانه عم نستعمل كروم مثل ما عم بتشوفوا هون الادريس تبعنا لنسمع الموسيقى، اذا بدنا نخلي الموسيقى عم تلعب ونحن نستعمل التليفون بسحب التليفون هون لنعمل ريسنس، نعمل الباب اب ويندو، هيدي حلوه كتير. ومش بس هيك، فيني صغرها وفيني حطها كمان هون بنكمشها ونحطها هون ليمين وفيني ضلني استعمل التليفون، معناته فيني ادور هون ونسيطر عليها مثل كانها ماشيه من غير ما نسكرها. هلا اذا بدنا نفتحها بدنا نحط مثلا التطبيق على الشمال، خليني هون اعملها كبيره شوي، هننزلها فينا نصغرها كبابل بنحطها على اليمين، نقدر نرجع لها امتى ما بدنا، يا اما اذا بدنا نسكرها بنسكرها دغري من هون. هيدي كتير شغلات حلوه، وعمين عندنا المالتي تاسكينج هون، لما بنفتح المالتي تاسك هنفتح الكروم مثلا، نفتح مره ثانيه المالتي تاسك، هنفتح البيدل سيرش، هيدي شغله ثانيه تطبيق ثاني. فينا نعمل البيدل سيرش نحطهم اثنيناتهم على الشمال، اذا كبستها هون صار عندنا المالتي تاسكينج قاعد على اليمين لنقدر ندور ونفتح عده تطبيقات، واحد اثنين كله بيمشي مزبوط، حلو حلو كثير. الشغلات اللي بتعجبني كمان فيها لما بدنا نبلش نلعب العاب، هيدي شغله بتقدر تساعدنا نستمتع فيها. نزلت انا كم لعبه، شادو جان، المترو لاند، الببجي جي موبايل والاسفلت 9، لما بنفوت عليهم تحت الجيم سبيس سيستم تبعهم فينا نشوف كل التطبيقات الالعاب اللي منزلينها، واذا منو شايفين اللي انتم نزلتوها مثل ما شفنا الشادو جان ما اجت لهون، فينا ننزحب لتحت بنفتش عليها مزبوط، بنشوف هون الشادو جان بندور عليها، ساعتها بنرجع لهون
بتزيد لنا الشادو جان، بتصير اللعبه موجوده هونيك. فينا نعمل ديسكفر جيمز بقلب التطبيق تبع الاب ستور تبعهم. غير هيك كله بيمشي مزبوط. مثلا خلينا نفتح الباب جي، انا كنت فاتحها من قبل. بنسحب من فوق بقلب اللعبه بنشوف السيستم تبعهم. فينا نعمل كونكشن مع التليجرام والتطبيقات الثانيه. الجيم اكسلريتور بتعطينا البوست، معناته السيستم بيمشي على 100%. فينا كمان نعمل الجيم توربو هون، البرفورمانس مود بتدور كل شيء مزبوط. فينا نسجل الفيديو، برايتنس لوك، سكرين شوت، وعندنا كمان الفيتشرز الثانيين بنقدر نلعبها. تحت السيتنجز بنفوت عليها للجرافيكس، كمان موجوده هون، بنقدر نعمل هون على الالترا اتش دي مع الالترا. هلا لنعمل احسن فريم ريت لازم نعمل اتش دي ار مع الاكستريم، هذه حتكون احسن فريم ريت عليها، بس انا بحب شوف الالترا اتش دي حتى الصوره بتكون احسن بكثير، الالوان منيحه، مثل ما بتشوفوا هون انه المي بتبين عليها، بتعمل ريفلكشن للسما اللي موجوده فوقها، عشان هيك انا بحب العب عليها كثير هيك. هلا حاعطيكم مصري انا عن الاسفلت 9 والبوب جي عليه للبي 50 برو. امكانيته لهالتليفون مثل اي تليفون تاني عنده الحاسوب 888 من شركه سناب دراجون. عندنا 8 جيجا بايت للرام، 256 جيجا بايت للذاكره، وفينا كمان نزيد عليها. الشغلات اللي معجب فيها كتير هون انه اي شيء بنرمي عليه لهالتليفون حيمشي مزبوط عليه. الكاميرات ما في مثلهم، الشاشه حلوه، الصوت منيح، التطبيقات اللي بنقدر ننزلها من البيدل سيرش ومن الاب جاليري صارت احسن بكتير ما كنا نشوفها من قبل، وهذه شغله مهمه نعرفها. اذا انتم بتستعملوا تطبيقات تاعت جوجل مثلا، الجيميل، اليوتيوب وكل هالشغلات، فيكم تستعملوها بالتطبيق تبع الكروم اللي ما بيحتاج الجوجل بلاي سيرفيسز، معناته فيكم تستعملوا كروم لتعملوا شورت كاتس على الهوم سكرين تاعيتكم، لتستعملوا الانترفيس تبع الويب براوزر مثلا، فيكم تفتحوا اليوتيوب على الويب، فيكم تفتحوا الجيميل على الويب، حتى كمان اليوتيوب ميوزك، الجوجل درايف، كل هالشغلات بتفتح من الويب براوزر، فيكم تعملوها شورت كاتس وبتستعملوها من هونيك. سو ما حيكون الطريقه هينه انه تستعملوها، بس على القليله في طرق لنستعملها بدل ما ننزل التطبيق اصلا عليه للتليفون. هلا انا نزلت الامازون اب ستور، عندكم البيدل سيرش اللي بيستعمل باي بي كي بيور، وعندكم الاب جاليري تاعت شركه هواوي. سو هدول الاثنين كلهم حينزلوكم وحيساعدوكم تنزلوا التطبيقات اللي انتم محتاجينها. عم بيزيدوا تطبيقات زياده كلهم اوفيشال تطبيقات عليها للسيستم تبعهم، بس اذا ما عم تلاقوا هونيك الاي بي كي بيور بتمشي مزبوط، وعندهم طريقه زبطوها هلا انه صارت تعمل الابديت مثل كانها هي الجوجل بلاي ستور لوحدها، بتفتش بتقول لكم في ابديت، بتعملوا الابديت بتنزل التطبيق وبتعمل له انستليشن. سو كل هالشغلات مشيت التليفون مزبوط. ومثل ما عم تشوفوا الكاميرات هون عم يمشوا كتير كتير منيح. لما فرجيتكم المصدر عن الفيديو من قبل، هلا عم فرجيكم عن الصور. مثل ما شفتوا الصور كتير منيح، الكاميرا الموجوده قدام والكاميرا الكاميرات الموجوده ورا كتير كتير منيح. اللي عجبني كتير انه التليفوتو لينز الموجوده هون عليها، السيستم تبعها 64 ميجا بكسل، هيدي يعني الكاميرا قوتها كتير منيح، ورغم عم نعمل عليها نقرب على الصوره عم نقدر نعمل اوتو فوكس وبنضل نعمل صوره كتير منيحه مع التليفوتو، عشان هيك انا معجب كتير بالسيستم تبع هالكاميرات. ما عندنا 8K بس ال 4K 60 بيمشي كتير كتير منيح، وعلى الكاميرا الموجوده ورا والكاميرات اللي ورا والادمانيه بيمشوا منيح عليها. قوة الحاسوب ما في مثلها، هلا ما حيكون السناب دراجون 8 جن 1 بس قوته هذا ما صار له زمان، يعني سنه 2021 ما صار له زمان، السنه الماضيه يعني. عشان هيك انا معجب بالسيستم الموجود هون. هل هالتليفون حيمشي مع كل الناس؟ انا بعتقد انه هالتليفون معمول للناس اللي بدهم تليفون فيه كاميرات كتير منيحه، هواوي صار لهم سنين بيعملوا كاميرات منيحه. غير هيك التليفون كتير قوي، الشاشه منيحه، الصوت منيح، اكسباندبل ستورج، سماعات كتير منيح، مكالمه بتقدر تستعملوا عليها على 4G LTE، الكونكشن منها بطيئه يعني ما حتكون تيرسو بس ما حتكون 5G، بس اعرفوا انه ال 4G LTE ما رايح اي محل هلا. اذا عم تستعملوا 4G حيمشي مزبوط، واي مكان ما بتكونوا لما بتسافروا حتلاقوا كثير انه التليفونات بتمشي من 4G والال تي اي بالبلاد الثانيه عن انها تمشي على ال 5G، لانه ال 5G خاصه اذا جيتوا على امريكا ولا رحتوا على اوروبا ولا الدول العربيه بغيروا الباند الكومباتيبلتي تاعتهم عليهم التليفونات، معناته ال 5G ما حيمشي على كل البلاد بس على القليل ال 4G ال تي اي بتمشي مزبوط.
غير هيك انا مبسوط كثير انه التليفون ماشي منيح، وشكرا جزيلا لهواوي انه خلوني استعمل التليفون وفرجيكم الشغلات اللي عجبتني فيه. هل هالتليفون لكل الناس؟ صراحة ما بعتقد، أنا بعتقد هذا حيمشي مع ناس بدها معجبة كتير بسيستيمهم، مرتاحين إنه ما يستعملوا الجوجل بلاي سيرفيسز، ومرتاحين إنه يستعملوا التطبيقات مثلا مثل الاي بي كي بيور وهالشغلات موجودة على التليفون. غير هيك التليفون بجنن وما في مثله، والصراحة من أحسن التليفونات اللي نزلتها شركة هواوي لهلا هالبي 50 برو. شكرا جزيلا لكل الناس اللي عملوا اشتراك، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد، يلا مع السلامة.